لم يمر سوى عام واحد على حصول هذه الفتاة على ترخيص رسمي لمنحل خاص بها، لكنها أصبحت منافسا شرسا في سوق العسل في القطيف. بدأ شغف فاطمة الميلاد بتربية النحل مبكرا في مزرعة تلاصق منزل والدها. بدأت تقريبا من خلية واحدة، الخلية صارت خليتين، الخليتين صاروا ثلاث، إلى حد الحين يعني أمتلك تقريبا 50 خلية. بدأت تقريبا من عمري 15 سنة، من كنت في المرحلة أول ثانوي، يعني تقريبا صار 3 سنوات. تضم المنطقة الشرقية أكثر من 40 نحالا، لكن فاطمة الميلاد تتميز ببدئها في هذا المنحل بعمر مبكرة جدا، وأنتجت حوالي 60 كيلو بعد 3 سنوات من بدئها بالإنتاج. أخذت النحل من عند الوالد وبعدها تكاثر وصرت أنتج، ومن بعد الإنتاج تقريبا أنتج سنويا 60 كيلو. صرت أوزعها على الأهل والأقارب في منطقة التوبي. بعدها هذا الإنتاج أبشركم أن في السنة الفاتت بدأت أبيع هذا العسل، الحمد لله كان مرة ماشي، يعني ما يظل عندي أكثر من شهرين والكمية نفذت. تضم القطيف العديد من مزارع تربية النحل. في قرية التوبي أصبحت فاطمة ضائعة الصيت. تأمل فاطمة برفع إنتاجها هذا العام، خصوصاً مع دعم والدها المتواصل، وذلك بالرغم من انتقالها إلى مكة المكرمة مطلع هذا العام لدراسة الطب. والله هذه 12 سنة بدأت في الشغلات البسيطة النحلية، من براويز وما براويز، من بعدها لين امتلكت تقريبا 50 خلية، أنتجت العام 60 كيلو، وإن شاء الله بتوفيق الرحمن، بتوفيق الرحمن إن شاء الله السنة توصل ل 120 ل 140 كيلو بتوفيق الرحمن. أنا ولدت في قرية التوبي. قرية التوبي عبارة عن غالبيتها حياة ريفية، يعني غالبيتها مزارع ونخيل، فالحياة الريفية خلتني أنظر إليها من جانب تربية النحل. فتقريبا بحكم أني أدرس في مكة وصالفة تربية النحل، النحل يحتاج إلى عناية كبيرة شوي، فتقريبا في الشهر أنزل من مرتين إلى 3 مرات أو 4 مرات تقريباً، خصوصاً بهذا الشهر نزلت يمكن 4 مرات عشان أهتم في النحل وأشوف كيف الأمور وش الجديد. تمضي هذه الزهرة وقتاً طويلاً بين ملكات النحل. تعرضت فاطمة إلى عدد غير محدد من لسعات النحل، لكنها بالمقابل تبادل النحل عشقاً لا حدود له. عوض الفياض، MBC القطيف.